مسرحية هاملت للشاعر ويليام شكسبير كتبها سنة 1600، وتعتبر من أكثر المسرحيات التاريخ العالم تم تمثيلها وإنتاجها وحتى طباعتها، فتعتبر هي من كلاسيكيات الأدب العالمي. تبدأ المسرحية أحداثها بعودة الأمير هاملت، أمير الدنمارك. أبوه هو ملك الدنمارك اللي توفي مؤخرا، واللي صار ملك بوكانه أخوه، يعني أخو الملك، يعني عم هاملت، مو بس هاي، لا تزوج أمه، طبعا اسمه كلوديوس، تزوج أم هاملت اللي اسمها جيرترود. من رجع هاملت وسمع انه ابوه ميت وكذا، باحدى الليالي الحراس شافوا شبح مال ابوه. زين، من شافوا شبح مال ابوه اخبروا صديق هاملت اللي هو هوراشيو. هوراشيو اخبر هاملت انه شافوا شبح مال ابوه. قرر هاملت انه يتحرى عن الموضوع ويشوف فعلا هذا الشبح الوالده. طبعا العلم اعتقد انه هاي اول مره بمسرحيه يكون احد الشخوص، خلينا نقول اذا صح التعبير، شبح. فقبلها ما كان اكو يعني شبح يمثل او كذا او هيجي، ربما عند اوديسيوس بالألياذة أو بالأوديسة، أوديسيوس يدخل للعالم الآخر ويلتقي بالأموات، لكن هنا شبح في مسرحية أو في رواية هاي أول مرة على حد علمي. فيقرر هاملت أن يلتقي بالشبح مال أبوه، وفعلا يعني يطلع هو شبح مال أبوه ويخبره أبوه، يقول له بأن آني اللي قتلني هو عمك كلوديوس اللي هو أخويا. شلون قتلني؟ بالسم. شلون؟ كنت نايم آني وزوجتي اللي هي أمك، وجاب عن طريق دورق، خلى الدورق بإذني وخلى بي سم، والسم دخل إلى جسمي تفاعل ومتت. فأطلب منك أنه تأخذ بالثار مالتي وتنتقم من عمك. يوافق هاملت. طبعا هنا أنا أعطي مختصر غير مجزي للمسرحية، لأنه أريد تحليل أيضا بسيط لها وما أطيل. هنا هاملت من الشبح مال أبوه يقول له أنه عمك قتلني، يخطط أنه يريد يعرف الحقيقة، فحتى يعرف الحقيقة يعني خامو يروح يسألهم، لا هنا شو يسوي؟ يدعي الجنون حتى يبعد عنه الشكوك، ويبدأ هو أيضا يبدي يشك حتى بمصداقية الشبح. زين، فتبدأ أمه وعمه يلاحظون سلوك هاملت الغريب اللي هو يعني كأنه مجنون كذا هاي، فيدزون اثنين من اصدقائه حتى يعرفون شنو السبب، ويقومون يعني يلتقون بهاملت وكذا. بعدين يكتشف سرهم انه ذولا جواسيس العمه، حتى يعرفون يعني شدة ما عنده. اكو هنا ايضا شخصيه مهمه بالمسرحيه اسمها بولونيوس، شخص اسمه بولونيوس. هذا منو بولونيوس؟ هذا مستشار الملك كلوديوس اللي هو الملك عم هاملت. هذا عنده خلينا نقول ابن وابنه، بنت، ابنه اسمه لايرتس والبنيه اسمها اوفيليا. اوفيليا اللي يحبها ايضا، هي بطله المسرحيه اللي يحبها هاملت. لايرتس وابو بولونيوس يكرهون هاملت وما يحبوه. زين، قلنا اوفيليا على علاقه عاطفيه بهاملت، لكن أخوها وأبوه يحضرونها من عدة. طبعا لايرتس يروح يسافر لباريس دراسة أو فتشي. أوفيليا تلتقي بهاملت ورا فترة قريبة، فتندهش من سلوكه الغريب أنه مجنون أو شيء من هالقبيل، فتخبر أبوها عن حالته.
فأبوها يعتقد أنه هاي حالة من نشوة الحب يعني أدت به إلى الجنون. فيخبر هذا المن يخبر الملك، يقول له أنه هاملت يعني تقريبا مثل المجنون أو كذا. وهاي هاملت يبدي يعامل أوفيليا معاملة يعني غير ودودة، يتهمها بالوقاحة ويحذرها أنه هي راح تدخل إلى دير حتى تصبح راهبة. طبعا هم عمه يستغلها الأوفيليا، عمه الهاملت وأبوها يستغلوها حتى تتجسس على هاملت بدون معرفتها، لأن هي فتاة طيبة جدا. يبدأ قلنا هاملت هم يبدأ يشك إنه هذا الشبح يعني الكلام مالته صحيح، كلام منطقي لو لا، يعني زين شلون يثق بشبح؟ هنا أنا اكو فتش يعني برأيي من اروع ما في المسرحية. اتصل فرقة مسرحية او هو حتى هاملت يعني هم مجموعة من اصدقائي، فيمثلون مسرحية انه هاي المسرحية، يجي العمة وامه يقول لهم بين انا عندي مسرحية راح اخرجها، فباليوم الموعود بالقصر يحضر الملك اللي هو عم هاملت وام هاملت، دا يشاهدون المسرحية اللي دا يخرجها منو؟ هاملت. هاملت ايش راح يسوي هنا؟ راح المسرحية يمثل بيها الكلام اللي شبح ابوه قال اللي هي قبل ما يمثلها، يقول لصاحبه يمكن هوراشيو اسمه قلنا، يقول له هوراشيو بس اريدك تباوع على عيون عمي باللحظة المناسبة. اكو لحظة بالمسرحية اللي راح اسويها، طبعا مسرحية صغيرة على قد القصر، اريدك تباوع بعيون عمي، ويقول له عبارة كلش حلوة، يقول له بس باوع بالعيون، انظر بالعيون، العيون تفضح اكبر واحد، يعني اي انسان ما يقدر يخفي الشيء اللي بعيونه. بهاي المسرحية طبعا هي مسرحية صامتة، يعني شوف نال العظمة مال شكسبير، مسرحية داخل مسرحية، وده يحلل لنا نفسية الأبطال. بهاي المسرحية الملك وبصفة زوجته ده يباوعون، وهاملت اللي هو هنا مخرج أيضا ده يباوع، هوراشيو ده يراقب، وتبدأ هي مسرحية مثل الصامتة، زوج اللي هو ملك مع زوجته ده يتمشون، صامتة المسرحية وهزلية شوية، وبعدين يقعدون شوية وينامون. فمن ينامون بالمسرحية ذولا يجي شخص غريب يجيب دورق، الدورق يخليه بإذن الزوج ويصب من عنده كأنه سم ويموت. والنوب هاي زوجته شو تسوي؟ تتزوج هذا الشخص اللي خلى سم بإذن الممثل. ده تلاحظ هنا جاي يسوي شكسبير أو هاملت. هنا المفاجأة اللي يصير إنه الملك يعني يوقف بكل حيلة ويصرخ ويترك القصر مرعوب ويصيح أريد هواء أريد هواء، بعض المسرحيات أريد حياة، بعض الترجمات العفو، يصيح أريد حياة ويترك المسرح يترك القصر وينهزم. هنا راح يتأكد هاملت إنه عمه مذنب بمقتل أبوه. هاي بعد صار عنده يقين بهالشيء. الملكة جيرترود اللي هي أم هاملت تستدعي ابنها هاملت للغرفة حتى يشرح لها شنو اللي صار. بالطريق هاملت يعني بأحد الغرف يشوف عمه دا يصلي، فيجي يريد قتله لكن يتردد. ليش؟ يقول يعني أقتله أثناء الصلاة هو دا يصلي ويروح للجنة؟ حتى العبارة مالته بالضبط يقولها، بإمكاني أن أفعلها هكذا وهو يصلي، يعني وسأفعلها الآن ويذهب هكذا إلى السماء، أفأكون قد انتقمت؟ فلأمحص الأمر، يحكي نفسه يقول فلأمحص الأمر، نذل يقتل أبي غيلة، ولذا فأنا ابنه الوحيد أرسل هذا النذل إلى السماء
لكأن ذلك خدمة ومكافأة لا انتقام. فيقول أنا ما أكلت لهذا، بس أكلت له، هو دي يصلي يروح للجنة فأعوفه. هسه راح نجي على التردد هذا، هاي هنا المقطع. يعني لو شاهد ايش قد نقاد حكوا عن التردد مال هاملت في مقتل عمه، يعني اخذت مقالات. قلنا امه تستدعي، فلما يصل للغرفه مال امه يصير بيناتهم يعني شجار وصراخ عنيف، ان تبدي تأنبه وكذا وهيجي. بهالاثناء يعني اكو يعني كان هاملت يعني متحمل عليها انه انت يعني عفتي يعني تزوجتي بعد مقتل ابويا وكذا، فمثل يخنقها او كذا وهيجي، فتبدا تعيط يعني النجده النجده. اكو صوت يطلع من وراء احد الستار، يعني كانه شخص مختفي، فيبدا يعيط ايضا النجده النجده. ف هاملت بدون ان يدري يعني هذا من الصوت، راسا يطعنه بالسيف ويقتله، متصور انه ده يقتل عمه الملك. لكن منو يطلع هذا المقتول؟ يطلع بولونيوس ابو اوفيليا. هنا أنا ايضا يعني شكسبير او هاملت يحكي شاي ظريف لطيف، يقول يعني شوف هذا الفضول ما تقتله، انت جابك هنا ايش دخلك بالموضوع؟ هنا اكو ناقد عجبني، يقول وجود حركه خلف الستار يعني في مكان هو خاص بالملك، يعني هاي الغرفه مال المخدع الزوجيه، خلينا نقول وجود حركه وصراخ رجل بغرفه النوم مال الملك والملكه، يقول الى دلاله سيكولوجيه عميقه. شنو دلاله هاي الحركه؟ يقول هاي تتعارض مع قيم هاملت وجود الملك الأم، هاي أمه، كأنه هاملت ما متقبل وجود شخص آخر غير أبوه موجود بهاي الغرفة مخدع الزوجية. فسماه هذا الناقد، سماه انتقام أو ردة فعل عنيفة وغير محسوبة ضد من؟ ضد زوجها الملك، لأنه الموقف إله أو المكان إله خصوصيته. يعني إذا تلاحظ شلون هنا، يعني كأنه هاملت ما قابل على زواج أمه أو شخص آخر غير أبوه بهاي الغرفة. تحليل يعني لطيف. بهالأثناء طبعا قبل أن يقتل هذا الشخص أو بعد أن يقتل، المهم يظهر شبح والد هاملت مرة ثانية. بهالحالة هاملت واقف يعني يم أمه، فيطلب من عنده أنه ليش ما قتل عمه، وأيضا يطلب منه أنه يعامل أمه بلطف، يعني يقول له شوف ابني، يعني أصلا هي ما منتبه لوجودي. الشبح يحكي ويا هاملت، دلالة على أنه هي ما مشتركة بالمؤامرة. طبعا هنا الأم هي تشوف هاملت ده يحكي ويا نفسه، هي ما تشوف ماذا تشوف زوجها الشبح او شبح زوجها، فتتصور انه ابنها فعلا انجن. شوف بعد هاي يعني الادب العالمي وكذا وكذا كله راح يبني على هاي، انه مثلا شخص يحكي ويا، يعني حتى الافلام السينمائيه وكذا مثل فيلم عقل جميله وكذا، انه البطل يحكي ويا وناس بس هو يشوفهم. المهم نرجع بعدين، قلنا بورا مقتل بولونيوس هاملت يخفيها للجثة مالته، الملك يقوم يخاف على حياته، فيرسل اثنين من أصدقاء هاملت اللي هم قلنا الجواسيس اللي دسهم عليه، يروحون لإنجلترا يودون رسالة أو كذا. بهاي الرسالة مكتوب بيها الملك إنجلترا من يجيك هاملت وكتلة. هاملت يكتشف هاي الرسالة وهم نايمين بالسفينة أو كذا وما أدري شنو، فيغير الرسالة يكتب بيها اقتل ذولا الحراس. انا هم راح نجي شنو هالقسوه اللي هاملت، يعني انت بكان ما تقتل، يعني ليش هاللف والدوران؟ عمك قتل ابوك قتله وفضها، هسه قتل عندنا ابو اوفيليا وراح ينقتلون ذولا اثنين وبعد ثمانيه ينقتلون، يلا بالاخير. هذا التردد بحد ذاته يعني راح ياخذ هو البعد الاكبر بالمسرحيه. طبعا اوفيليا ورا ما تدري تعرف ان ابوها يموت، ايضا تفقد عقلها وتبدي تغني بارجاء القصر،
وحتى بعدين تغرق بنهر وتموت. أني دا أحكي تفصيل غير مجزي، يعني المسرحية هي طويلة ومش هي أطول مسرحية شكسبير على الإطلاق وأروع مسرحية. أخوها يرجع لايرتس يكتشف إنه أخته جنت يعني وأبوه مات، فكلوديوس اللي هو الملك يقول للايرتس ترى هاملت هو السبب، هو اللي قتل أبوك. زين، لكن بعدين هاملت يرجع والجواسيس قلنا ينكتلون حسب مثل ما غير الرسالة. هنا آخر شيء تقريبا بالمسرحية الملك كلوديوس يعني مثل ما يخطط لقتل هاملت عن طريق يخلي مبارزة بين لايرتس أخوه أوفيليا وبين هاملت. وش يسوي؟ السيف مال لارتس يخلي بيسم، حتى اقل جرح ينجرح بيه هاملت يموت. ومع ذلك خلينا نسميها كخطه بديله يخلي سم باحد الاقداح، حتى اذا انتصر هاملت راح يقول له خلينا نشرب نخب انتصارك، وهم يموت هاملت اذا نجح قتل لارتس. طبعا تبدأ المبارزة وينجرح لايرتس، والعفو لايرتس يعني يجرح هاملت، وهاملت يقتل لايرتس. قبل لايرتس لا ينقتل يقول له يعني يعترف له يقول له ترى يعني عمك هو اللي يعني قال لي انتقم من عندك واقتلك وكذا. هاي بآخر لحظات. وبهالأثناء الملكة أم هاملت تشرب من الجلاس بالخطأ القدح البيسم وتموت، ويبدي هاملت يسحب السيف ويقتل عمه وأيضا يموت. بالأخير يعني هاملت يموت وعمه يموت والملكة، قلنا 8 يقتلون وتنتهي المسرحية. أنا أتمنى الكل يشوفوها، ما أتمنى أحد يقرأها، لا أشوفها كفيلم أو كمسرحية رائعة جدا، وبيها فد امور اخرى اضطريت اختصرها. هنا أنا اجي شوي على تحليل بسيط. ليش هاملت ادعى بالجنون؟ يعني ليش؟ بعض النقاد يقولون بسبب خوفه من الواقع. غريزه الحفاظ على الذات هي اللي خلته انه يدرك انه الموضوع مو بهالسهوله، يعني ما يقدر يتكلم وجها لوجه حتى يعرف الحقيقه، لان هذا اللي يعرفه هو عبء ثقيل على قلبه وعلى عقله. وأكيد هو راح يكون خايف من أقواله، لكن من يسوي نفسه مجنون راح يسمي الأشياء بمسمياتها بغير مسمياتها. يعني فشي يسوي؟ يقوم يتلاعب بالألفاظ، يقوم يعني خلينا نقول يطلق بالونات اختبار، يقوم يتصرف تصرفات بطريقة غير مباشرة، حتى يعني كأنه مثل يتكلم بغموض خفي. زين، يعني نقدر نعتبرها يعني هو ملك الفلسفة التأملية. ليش؟ لأنه خلال فترة طويلة يفكر وبس، وما يقدم على قتل عمه. هذا العجز، هذا التكاسل، هذا التباطؤ، ليش هذا؟ يعني شنو السبب اللي خلى هاملت يتباطئ بتنفيذ حتى ياخذ بثار ابوه؟ ليش؟ يعني يقول هنا احد النقاد يقول انه تفكيره الزايد خلاه ما يقدر يشتغل. زين، ف يعني ظل يفكر ويفكر ويفكر، حتى انه بالاخير من هالقد ما يفكر بالتفاصيل وبالامور الصغيره الامر راح وانتهى وما قدر يفكر. ان لانه يحكي يقول انه السبب تواني هاملت هو التردد، وهذا التردد سبب ادمان الذهن على التفكير والتكهنات، قضاها كلها تفكير وتكهنات. وحتى يقول انه هاملت كان ينافق نفسه، حتى شكوكه كلها هي اعذار يقصد من عندها انه ما كان عنده ايمان ثابت بنفسه ولا باي شيء اخر.
زين، فكان يفضل أن يضيع بمتاهة الفكر على أن يقدم على هذا الأمر وينهي الموضوع. قلنا 8 كتلة كان بالبداية يوفر كل هالأمور، كل هالدماء، ويقتل واحد وينتهي. هنا أحد النقاد يقول إنه شكسبير أراد أن يترك انطباع حول الحقيقة أن الفعل هو النهاية الحاسمة للوجود، وأي قدرة فائقة للعقل وحدة الذهن، يعني يكون عندك عقل فائق، ذهن حاد، المعية بالفكر، كلها ما لها قيمة إذا ماكو عمل. العمل هو النهاية. زين، أنت تبقى تفكر وتفكر بذلك الفعل والوقت يفوت وكذا، وهاي وكل شيء أنت مسوي. زين، أكو تفسير أيضا اجتماعي وأخلاقي شوية حلو، يقول هذا التفسير لمن؟ التفسير هذا صاحبنا فرويد. فرويد هنا التفسير مالته يعني هو غير، يعني هو داخل بضمن فلسفة، يعني خلينا نقول ضمن أفكار فرويد. يقول هاملت مو بس ما كانت عنده قناعة بقتل عمه، عدم قناعة، لا، يقول إنه حياة أبوه من كان هو طفل، كان بحياة أبوه كان يحب أمه حب جم، لا مو جم، آثم، حب آثم كطفل من كان طفل لا يقره المجتمع، فكان يغار من أبوه ويشعر بالإثم شعور عميق. طبعا هاي اللي يقرأ الفرويد، هاي كلها سوالف في فرويد يعني موجودة عنده بالكتب مالته، اللي هو يسميها عقدة أوديب، اللي يحب أمه حب آثم. فالنتيجة كان شنو؟ إنه لما انقتل أبوه أحس لا شعور، يعني فرح وغبطة لأنه تخلص من المنافس العتيد مالته، لكن يبقى هاملت عاجز عن التخلص من قاتل أبي. ليش؟ لأن هذا خلص من المنافس مالته. هذا التفسير على ذمة فرويد. طبعا قلت أكو تفسير اجتماعي وأخلاقي، يشوف أنه هاملت ليش ما قتل عمه؟ إيش راح يقنع الشعب؟ إيش يقول لهم؟ يقول لهم جاني شبح أبوي وقال لي عمك قتل وقت، شنو التبرير؟ فبقى أيضا يبحث عن تبرير حتى لا يصير عمه كلودوس ضحية وبطل وشهيد وكذا، وهاي هو يصبح قاتل ومجرم وكذا، وهاي كان يبحث عن تبرير، وتبرير يقود التبرير، وفكرة تقود الفكرة، وضاعت عليه. آخر شيء الروائي الفرنسي فيكتور هوغو يقول شكسبير يعني يمثل قمة شعراء الفن المسرحي، وعبقريته تتجلى بعناصر الغرابة والتناقض، بيش بكسرة لعمود أرسطو، يعني دخل باللا منطق شكسبير، عكس الأمور اللي كانت، يعني المسرح كله من عهد سوفوكليس الإغريق لحد شكسبير كان ماشي على نمط، إجا شكسبير قلب رأس على عقب. زين، أيضا يقال أنه ألكسندر دوماس الأب كان جالس يشاهد مسرحية هاملت في بهتف بنص المسرح بأعلى صوته، قال إن هذا الإليزابيثي، لأنه كان شكسبير عايش بعصر الإليزابيث الأولى، يقول إن هذا الشاعر الإليزابيثي هو أعظم خالق بعد الله. اللي هنا انتهت مسرحية هاملت، وإن شاء الله مسرحيات أخرى يعني عطيل وماكبث روميو وجولييت ويوليوس قيصر إن شاء الله أتطرق لهم، وشكرا.